Танковое подразделение получило задачу уничтожить огневые точки ваххабитов и обеспечить переход пехоты в наступление. Командный наблюдательный пункт. يلا يا نمر يلا هدي يا نجدة توقف عندك نجدة نجدة هدي شوي قرب انت يا شو اسمه عماد رشاد قرب شوي بس 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 يا رشاد بس خد بكك على اليمين رشاد نفذ رمي الزرم يلا بس شوف هذا فرق نفذ الزرم يلا قطينا بالرشاش يا عماد كمان وحدي بنفس المحل يلا سيدي خليه ياخذ على اليسار على اليسار على البعيد خليه ياخذ شوي صغير على اليسار خليه يروح على المزارع الثاني على البعيد ايوه هذيك المادري ايه اول لا على الصفر دمروا يلا كويس بدي ليك انا بدي مزبوط رميت وانا باتجاه بدي اخذه على اليمين من اتجاه السور يلا نفذ رمي نفذ رمي نكلي إما نكلي إما يلا انقبوا وما بعد اليمين يسار على المزرعة قدام مسحيل المزرعة ايوه ارميها ايه 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 يلا ارميها يلا بندة ايه يلا احمد يا محمد نمر نمر يلا
قدامك الوجه ليك هي قريب عليه هاي البلوكي البلوكي فيها طلاقي وراها سرو ارجع لورا خالد ارجع 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 ما تخليه يتقدم لا رجع الدباب لورا حسام خالد ارجع حسام ارجع رمي على الساتر حسام نفذ لي رمي ايوه كمان طلقه حسام وانت عم ترجع يا رشاد 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 عملك وقف حسام حسام وقف حسام حسام ايه وقف وقف ارجع خالد ارجع بسرعة بدي خلي الدبابة تلف ارجع انا نطق في المجموع يا خلاص اربي لك شيء معك طلقتين بس يلا هلا بقرب عماد عماد برمي После выполнения задачи экипажи вернулись на исходные позиции для загрузки боеприпасов и ждут следующего приказа. Агентство Анна Ньюс. Марат Мусин, Василий Павлов,
Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.